الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. وزير الصحة يشرف على موكب توديع البعثة الطبية التونسية المتوجهة إلى سوريا. والحكومة تدعو التونسيين إلى التبرع لفائدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. ووزير الخارجية الجديد يؤكد بذل جميع الجهود لتطلع الدبلوماسية التونسية بالدور الموكول إليها على أحسن وجه. إلى التفاصيل، وفي إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والتهريب والمضاربة والترفيع في الأسعار، انعقدت اليوم الأربعاء جلسة عمل بإشراف المعتمد الأول عصام موسى وبحضور المدير الجهوي للتجارة وديوان بالقيروان ومختلف المصالح الأمنية المعنية لتدارس كيفية توحيد إجراءات العمل ووضع برنامج تدخل قصد الحد من المس بالأمن الغذائي القومي، وفق ما نشرته اليوم الصفحة الرسمية لولاية القيروان. في موضوع آخر، أشرف وزير الصحة علي مرابة اليوم الأربعاء بالمطار العسكري بالعوينة على موكب توديع البعثة الطبية التونسية المتوجهة إلى الجمهورية العربية السورية على متن طائرة عسكرية لدعم مجدات الأطباء السوريين في مواجهة تداعيات الزلزال. كما شارك في هذا الموعد المدير العام للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو. وتتكون هذه البعثة من أطباء متطوعين مختصين في الطب الاستعجالي وجراحة العظام وأخصائي نفسي، إضافة إلى إطارات شبه طبية متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير والاستعجالي وإطارات وأعوان من الحماية المدنية وعدد من متطوعي الهلال الأحمر. كما أكد الوزير بالمناسبة على دور مهني الصحة في القيام بمهامهم النبيلة في مثل هذه الظروف الإنسانية الرهينة التي تمر بها كل من تركيا وسوريا، مؤكدا على أن تونس ستظل في مقدمة الدول التي تحرص على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في ظروفها الصعبة. وجهت رئاسة الحكومة بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوة إلى كافة التونسيين لا سيما المقيمين بالخارج إلى التبرع لفائدة جرحى ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين الشقيقتين سوريا وتركيا. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التبرعات المالية تحول إلى الحساب الجاري للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتتوجه التبرعات العينية إلى مقر الاتحاد بحي الخضراء ولدى جميع اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الاجتماعي بكافة ولايات الجمهورية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الجديد نبيل عمار أنه سيتم بذل جميع الجهود حتى تطلع الدبلوماسية التونسية بالدور الموكول إليها على أحسن وجه خدمة لمصلحة تونس وعلاقاتها مع شركائها. وعبر الوزير في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عن فخره واعتزازه بتولي هذا المنصب، وللإشارة فأنه تم تعيين نبيل عمار وزيرا للخارجية خلفا لعثمان الجراندي. في أخبار العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنه سترسل فرقا من الخبراء وطائرات محملة بإمدادات طبية لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريح لوسائل الإعلام اليوم إن المنظمة سترسل وفدا رفيع المستوى لتنسيق جهود الإغاثة، إضافة إلى 3 رحلات جوية تحمل دعما طبيا في طريقها إلى اسطنبول. ونختم بأحوال الطقس، حيث أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات، ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية وكميات محلية هامة مما يتسبب في تشكل السيول والأودية مع إمكانية تساقط البرد تزامنا مع نشاط السحب الرعدية. وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات وأثناء مرور السحب الرعدية، وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحرية. وتتراوح الحرارة ليلا بين 10 و14 درجة وتكون في حدود 6 درجات بالمرتفعات. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الصحة يشرف على موكب توديع البعثة الطبية التونسية المتوجهة إلى سوريا.
والحكومة تدعو تونسيين إلى التبرع لفائدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. ووزير الخارجية الجديد يؤكد بذل جميع الجهود لتطلع الدبلوماسية التونسية بالدور الموكول إليها على أحسن وجه. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.